صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 33 لسنه 2021 بتعيين مدراء في وزاره شؤون مجلسي الشورى والنواب جاء فيه يعين في وزاره شؤون مجلسي الشورى والنواب كل من السيد امين ابراهيم محمد الاحمد مديرا لاداره البحوث والدراسات القانونيه السيده نجاه سعد علي الاشراف مديرا لاداره متابعه الشؤون التشريعيه السيد احمد خليل ابراهيم خليل مديرا لاداره متابعه الشؤون الرقابيه والماليه